بصورة عصرية حديثة ومختلفة، طل الفنان اللبناني هادي خليل بعمل جديد بعنوان خبز ناشف بتعاون أول بيجمعه مع المخرج ريشا سركيس. أما الأغنية اللي طرحها خليل فهي مكملة للستايل واللون الغنائي اللي تميز فيه من بدايته وحتى اليوم. خبز ناشف ما يشبع والله كافر الجوع، بوسة بالغصب تطلع يا ويلي كل الباقي ممنوعي. كاميرا أغاني أغاني والزميلة جوانا يوسف اللي واكبوا كواليس الكليب حبوا يفاجئوا خليل بهالطريقة. هذا اليوم عريس عم بتكون؟ لا كنت عريس مرة واحدة وزيادة. أهلا وسهلا. بعد ما أصبح جاهز لإجراء المقابلة، خليل خبرنا أكثر عن الأجواء، الفكرة والتحضيرات الخاصة بالكليب. الأغنية هي طابع فلكلوري من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ. الأغنية أنا بحب هذا اللون كتير وببدع فيه. عم نصورها اليوم مع ريشا سركيس حبيب القلب، رح تشوفوا شيء جديد. هيدا رأي خليل. أما ريشا فأيضا كان عنده تعليق على هالتعاون. غنية أصيلة، دبكة شعبي، فلكلور لبناني. اللي عم نجرب نعمله هون نفرجي أنه لو شو ما صار، شو ما كان الكولتشر تبعنا، شو ما كان سقفتنا، بالآخر بس نسمع غنية دبكة الدم بحن وكلنا بنرجع لأصله. لاحظنا بالكليب عدد كبير من اللوكيت اللي راح يطل فيها خليل، وإلى أي مدى مثل وتفاعل مع الكاميرا. راح تشوفوني ممثل أكثر من مغني بالكليب هيدا، لأني أنا بحب التمثيل. إن شاء الله يا رب الناس تحبني. راح يكون في زي فولكلوري بعلبكي مع رأس الدبكة، غير شكل بتشبه الغنية، بتلبق للغنية. خليل اللي بيحرص كل عام على تقديم عمل غنائي أو اثنين كشف عن سبب تأخيره بطرح الأعمال الغنائية، كما كشف عن استراتيجية الجديدة اللي عم يتبعها مؤخراً. التأخير هو أوقات بيكون بسبب أنه يعني مش عم لاقي الأغنية اللي أنا حببها. هلأ إن شاء الله ما في تأخير، عندي استراتيجية أنه كل بالسنة أنه يكون عندي مينيموم غنيتين أو ثلاثة مع كليب. يعني بتصور كل 4 أشهر أو 5 أشهر يكون في أغنية موجودة نازلة على الساحة. هادي خليل الصوت الأصيل واللي بيجيد تأدية اللون البدوي الشعبي والفولكلوري كشف عن الصوت الأحب لقلبه. بحب أسمع بهذا اللون، بحب أسمع ملحم زين، بحب أسمعه. يعني أنا ملحم بيطربني، بيسلطني، يعني بيخدني لا 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 بيخدني لدني بعيدة. بحب صوته، وأنا بقول له لملحم بقول له خليك عم تغني هذا اللون، لأنه هذا اللون بيشبهنا وهيدي رايتنا لازم نحملها ونوصلها للعالم. وعاصي الحلاني ومعين شريف كمان نفس الشيء. يعني عاصي، ما بدناش نحكي عن عاصي تاريخ كبير بهذا اللون الفولكلوري من أيام ما ابتدى باللون، يعني الهوارة والدلعونة وهيك، هو من أحسن الناس اللي غنت هذا اللون. الدبكة اللبنانية أيضا كان لها حصة كبيرة بكليب خليل، وتحديدا فرقة هياكل بعلبك اللي كان لنا معها المحطة الطريفة والعفوية. نحن أول كليب عم نصوره اليوم مع الأستاذ هادي. الأستاذ هادي أخ عزيز وغالي، وهو اللي عم يمشي بهاللون الأصالة والتهوين. يلي ما حدا مساك بعدك على العهد، ما غير ما مساك هم وقطعوني بحد السيف ما بنساك. عشري قديمة من الأصوات اللبنانية الحريصة دايماً على التمسك بالأغنية اللبنانية وتقديمها بأفضل وأحلى صورة، على أمل هالكليب الجديد يحمله المزيد من الانتشار والتجدد والنجاح.